هو انا اسالك سؤال انا بقى، قول. انت بتسمع كلام الناس اللي بره؟ لا شخصيتك حلوة بس هي راكبة عليك. الدنيا بقت صعبة والدنيا بتغلى والأمور بتتعقد لا شايف الزرع عامل ازاي؟ مبلول. انا مالي يا عم، انت هتمثل من اجلهم يعمل جاهدا في إعادة تصنيع النفايات. بتاخد فلوس؟ يعني عاملينه كده للدولة الوطن؟ انا عمري اصلا ما شفت مركز شباب يبقى شكله عامل زي النادي، التذكرة فيه بجنيه. انت شايف ان انا حققت حاجة فعلا؟ لا لسه. وآخر ينشر الفن بطريقته الخاصة، ويوم ما فكر بالمساعدة أهله قالوا بايعينه، وهمه ثقافة الآخرين. ممكن نعمل حاجات صغيرة تبتدي مخهم ينور. دخان مش بيضايقك؟ كن معهم وشاهدهم في حتتنا السبت في الأوقات التالية عبر قناة الحرة.